تقول إحدى الداعيات في إحدى المجالس: ألم بالأمة حاجة، فدعوت النساء للصدقات، فقامت كل امرأة تخرج ما في جيبها من أموال، حتى جاءتني امرأة تبكي، فنزعت عقدا لها فيه فصوص، وقالت للداعية: قالت والله لا أملك غيره، خذيه صدقة مني لله جل وعلا، وكان غالي الثمن. قالت لها: يا فلانة، ما عندك أموال غيرها؟ قالت: والله ليس عندي أموال، لا أملك إلا هذا العقد، أتبرع به لله. تقول الداعية: أخذت العقد وذهبت به إلى محل للمجوهرات لأبيعه وأخذ الثمن للفقراء والمساكين. تقول: فإذا به ينزع الفصوص من العقد ليزنه ويقدر ثمنه. تقول: وهو ينزع الفصوص رأى داخل فص من الفصوص ورقة، فتح الورقة فإذا في الورقة قلاصل سحر، والمرأة لا تدري أنها تحمل سحرا في عقدها. تقول الداعية: علمت من الورقة وما فيها أنه سحر لهذه المرأة للتفريق بينها وبين زوجها. تقول: فأخذت الورقة وفككت السحر بإذن الله، وقرأت عليه آيات من القرآن وأتلفته. تقول: وبعد أيام رأيت المرأة في مجلس ذكر آخر، فجلست بيني وبينها أحدثها عما رأيت في عقدها، فانفجرت باكية. قلت: ولم تبكين؟ ما الذي جرى؟ قالت: منذ أكثر من 10 سنين زوجي لم يقترب مني مرة واحدة، كلما أراد أن يقترب مني صرف عني، لا يدري لمن ولا أدري لمن. تقول: وقبل بضعة أيام أول مرة يأتي إلي منذ أكثر من 10 سنين، لم أكن أدري ما الذي حدث، ولم أعلم بهذا السحر إلا لما أخبرتني به، نجاها الله بصدقة تصدقت بها. صدقات صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وكم من تقي فرج الله همه، وكم من صدقة نفس الله عن صاحبها، بل كم من مريض داواه الله بالصدقات. وداووا مرضاكم بالصدقة، إلجأ إلى ربك جل وعلا، واعلم أن الدنيا لها حوادث، لكن ما لحوادث الدنيا بقاء.